موقع أنا السلفي. شرط الدعاء للوالد بالرحمة أن يكون مسلما، أما الكافر فلا يدعى له بالرحمة والمغفرة، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا رواه مسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وعلى ذلك فإن كان والدا المسلم ذميين استعمل الابن معهما ما أمره الله عز وجل به في قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أما الترحم لهما بعد موتهما على الكفر فهو منهي عنه. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى.